يا صباح الخير والسعادة عليكم جميعا، زي ما احنا متعودين ان كل يوم بنقول لكم ايه الجديد والايجابي والحلو اللي بيحصل في بلدنا. لو تفتكروا كنا من فترة في صباح البلد صورنا فقرة عن شارع 306 اللي موجود في الماظة، وازاي الشباب شغالين على العربيات اللي بنشوفها، العربيات اللي شكلها حلو الملونة اللي بتعمل اكل مختلف. احنا النهاردة كمان هنصور شارع 306 الجديد اللي موجود في مساكن شيراتون. زي ما انتم عارفين ان الدولة طول الوقت بتهتم بالشباب، بتهتم بتوفير فرص العمل، بتهتم كمان ان هي تعمل اي فكرة صغيرة او كبيرة الشباب بيفكر فيها علشان تنجح وعلشان يوفروا فرص عمل حلوة للشباب، خصوصا لو هتكون بالمنظر الحلو اللي احنا شايفينه ده، والمنظر الجديد والجميل والملفت للنظر اللي يخلي في زباين تيجي، اللي يخلي الشباب تتجمع، اللي يخلي الكبار والصغيرين يجوا يخرجوا في مكان حلو زي ده. احنا النهاردة هنكون معاكم من شارع 306 الجديد اللي موجود في مساكن شيراتون. هنشوف بقى الاكل الجديد، هدوق طبعا مفيش شك، هعرف كده اخبار الطعم ايه، اخبار الاكلات الجديدة ايه. نشوف الشباب عايز اقول المتفائل، الشباب اللي بيحاول طول الوقت ان هو يبذل مجهود كبير علشان يقف على رجله ويشتغل. خلونا نسمع منهم حكاياتهم ونشوف محضر لنا ايه النهاردة في شارع 306. يلا بينا. طيب بصوا بقى يا جماعه، انا قررت ابتدي من 306 شارع 306 بالاكل الصيني. انا شخصيا بحب الاكل الصيني جدا، عشان كده اكتر حاجه لفتت نظري. وبعدين لما شفت شيرين متقمصه الدور ولابسه اللبس الصيني وكده، قلت بس خلاص انا رايحه للمكان الصح. صباح الخير يا شيرين. صباح الخير يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. نقول مبروك ان شاء الله. يا رب يكون مبروك علينا كلنا وعلى المكان كله بصراحه. يا رب ان شاء الله. انا عايزه بس اعرف الاول، انت ليه اخترتي تحديدا الاكل الصيني؟ بصي، ما انا زيك كده بحب الاكل الصيني وبعمله في البيت، بس طبعا المطاعم بقى والشيفات بيدوا كده برضو حركات وتكات على راي الشيف حسن، حاجات اكتر. فانا قلت انا هعمل ان شاء الله مشروع التشاينيز. اتعلمتيها ازاي بقى؟ ما اكيد برضو ليكي سر الخلطه. هقول لك، اتعلمت برضو وجبت شيف صيني من زمان وعلمني في البيت على ايده، يعني شيف صيني اتعلمت منه على ايده الاكل الصيني وبقيت اعمله. وعندي انا بحبه وولادي بيعشقوه يعني. بس عايزه اقول لك ان احنا بقينا في مصر مؤخرا بنحب التشاينيز فود وبنحب الاكلات اللي هي الغريبه، بالذات الاكل الصيني، صح؟ ترند، هو بقى ترند زي السوشي، زي الاكل الياباني، زي الاكل التايلاندي، زي بقى ترند. المنيو عندك ايه بقى؟ فيها ايه عشان الناس لما تيجي يا شيرين؟ عندي بقى الاكل الصيني، عندي الاكل الصيني. عندي التشيكن كينج باو، وعندي السويت اند ساور تشيكن. السويت اند ساور اشهر حاجه. وعندي سي فود ميكس. عندي اصناف كتير بقى، كل الصيني وسبرينج رول وشريمب رول وحاجات كتير يعني. واضح ان احنا هنيجي هنا ناكل بقى لحد ما نشرب. تستمتعوا ان شاء الله. طب شيرين، احكي لي ايه اللي خلاكي تقدمي في شارع 306؟ بصي، انا لفت نظري انه الموضوع يعني ايه، هو كان اخذ ستيبس كده بس الموضوع كان حلو، ولما شفت المكان كمان وتحضير المكان عجبني اكتر. شركة اسواق مصر عاملة سايت على النت بتقدمي عليه، لو قبلوكي بيعملوا معاكي انترفيو، اتقبلتي من خلال الانترفيو فبتكملي بقى البروسيس معاهم، بتاخدي تريننج على الماركتنج وعلى البيع وعلى المكان واي حاجات كتيرة اخدناها. المكان حلو جدا، عجبني، وعجبني نظام الكونتينرز. انت بتروحي بتأجري الوحده متجهزه يعني متشطبه، بتحطي بقى انت بقى معداتك والماتيريال بتاعتك. فعجبتني الفكره كمان ان هم بيساعدوا الشباب، يعني متحمسين للشباب بيساعدوهم، مش بيبخلوا عليهم بصراحه بافكار ولا باي حاجه. المكان حتى ايجاراته لينا مش عالية زي ايجارات بره،
المكان بقى كمكان، الأماكن اللي بيفتحوا فيها مميزة وحلوة، المجموعة هنا مميزة، وكله تحسي إن إحنا أسرة واحدة بنساعد بعض وبنشتغل مع بعض. وإن شاء الله الشباب هيتبسطوا والعائلات هتتبسط، وإن شاء الله يعني هيبقى في مخيلتنا إن إحنا كل واحد فينا يكبر أكتر بإذن الله. إن شاء الله تكبروا أكتر وأكتر مكان يكبر. أنا عجبني قوي موضوع إن إحنا أسرة، أنا فعلا أنت أول ما تخش هنا تلاقيهم كده كلهم جنب بعض بيهرجوا مع بعض وبنساعد، واللي ما عندوش عندك كوبايات عندك مش عارفه ايه، طب انت عندك سكر، طب انت كده يعني عارفه في تبادل. حلو، الله يوفقكم يا رب يا شيرين. وهاخد انا لفه ماشي، وبعدين اجي بقى عشان ادوق. ما انا لازم اجي اتغدى بقى عندك ان شاء الله. ايه رايكم لو بنكمل لقاءات مع بقيه الاسره الكبيره اللي هنا اللي في شارع 306 ونشوف برضو اخبارهم ايه؟ يلا بينا. يا صباح الفل. صباح النور. جينا لقسم المشروبات يا جماعة تحت أمرك. قهوة وشاي بقى وكله تلاقوه هنا صح في شارع 306. اسمك ايه؟ أحمد. أحمد مبروك النهاردة إن شاء الله أول يوم كده تبتدوا فيه رسمي، فإن شاء الله ربنا يوفقكم كده ويكرمكم في المكان الحلو ده. دخلتوا ازاي؟ جات لك الفكرة ازاي؟ والله الفكره جات لي ان انا كنت عايز اعمل اي حاجه طبعا عشان احسن الدخل، يبقى في دخل ليا يعني بيت واسرتي وبتاع. فكنت قاعد في مره قاعد بتفرج على التلفزيون، كنت بدور على اي حاجه قاعد بتفرج على التلفزيون، فلقيت في البرنامج، كان في برنامج في التلفزيون يعني، واقتنعت جدا بالفكره. كان رئيس مجلس اداره شركه شارع مصر تمام، وشفت الافكار وشفت في نفس اللحظه رحت فاتح اللام على طول، رحت مسجل طبعا على الويب سايت الحمد لله، ورس عليا الموضوع الحمد لله. طب انت اصلا يعني الفكره دي انت شغال فيها، ولا انت مفكر ان انت تعمل مشروع فقلت دي حاجه ظريفه وكل الناس تحب تشرب قهوه وكده، يعني جات لك منين الفكره؟ هي الفكره اللي انا فكرت، انا بحب المجال ده قوي تمام. انا اول مره اشتغل فيه الموضوع ده، بس انا كنت بحب المجال ده قوي وبحبه، فقررت ان انا اعمله يعني. اول مره انت قلت تعمل مشروع صغير تحسن بيه. بالظبط، هو مشروع صغير عشان يساعد في الدخل يعني، وانت عارفه الدنيا. شفتوا يا جماعة؟ والله يعني الشباب اللي عايز يشتغل واللي عايز ينجح واللي عايز يقف على رجله، الراجل عايز يعمل لنفسه دخل، فقال لك اشتغل شغل مش عيب، وجات له الفكرة. اتعلمت فين الحاجات ولا الموضوع سهل؟ لا انا بصي، انا جايب معايا برضو ناس تساعدني في الاول طبعا، محتاج ان انا كان في ناس، لازم يبقى في واحد اكسبيرينس عنده خبرة في الموضوع عشان اقف على الاقل انا، نقعد نساعد بعض وفي نفس الوقت الدنيا تمشي يعني. الدنيا هتمشي ان شاء الله يعني، اللي بيبدا وبيقرر ان هو يبدا الحاجه بتدور والدنيا بتمشي وربنا بيوفق، والناس هتيجي وهيبقى زحمه واجي اقف هنا واقعد اقول لك انا فين الكوبايه يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. فين الكوبايه بتاعتي؟ عايز اشرب النسكافيه. سلام، نخلص تسجيل حلو وتمام. الله يوفقك يا رب، وهسيبك شغال ونروح نكمل باقي جولتنا مع بقيه الناس. نشوف انا هخلص واجي اشرب على ان شاء الله عشان تقولي لي هكمل ولا. واضح انها مميزه. ان شاء الله. اكيد طبعا. ان شاء الله. ان شاء الله. ما انت لازم تتميز بقى علشان ننافس. اكيد طبعا. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. وانا راجعه على فكره، كل مكان انا بروح اسجل فيه انا هخلص واجي ادوق عشان في الاخر اقول لكم ايه الاخبار واخبار الطعم، عشان اشجعكم كلكم تيجوا هنا المكان قعدته حلوه قوي هتبسطوا، هوريكم كله دلوقتي. بس خلونا الاول نكمل ونشوف اخبار المنيو ايه في الاكل والشرب. قلت وانا بلف كده فرصه اخد بريك واقعد على البين باج الحاجات الحلوه دي، عشان بالمره اوريكم قد ايه ان المود هنا مختلف وجديد. يعني على فكره الحاجات دي بيقعد عليها كبار وبيقعد عليها شباب، مش بس الشباب. وبعدين حتى لو الكبار مش عايزين يقعدوا على البين باج مع انه مريح جدا، ممكن يقعدوا على الترابيزات اللي انتم شايفينها دي. يعني القعدات هنا ظريفة وفيها روح كده جديد، تحس انه انك عايز تيجي تخرج، تيجي تقضي اليوم هنا، تقضي يوم مختلف. يعني تخيل بقى انك قاعد كده راحة بقى ريلاكس، يعني احنا نيجي هنا ناكل ونشرب ونرغي ونخرج ونبقى ريلاكس. انا اصلا شخصيا بحب قعدة البين باجز او
بيقولوا عليها ايه بوفات تقريبا. البوفات دي والله قاعده مريحه وافكار جديده وافكار شبابيه وحلوه والوان مبهجه، يعني في كل مكان شايفين الدنيا عامله ازاي. هفرجكم بالتفصيل من كتر ما انا معجبه قوي بالمكان، حاسه اني عايزه احكي لكم عن كل حاجه صغيره وكبيره فيه. خلونا نكمل كده الجوله عشان قلت اخد بريك اريلاكس انا كمان، اشبعنا هما. يلا بينا نكمل.